فكره، ولكن انا اخلي صوته يتكلم عنا. والان احنا شايفينه متجه على الحلبه الثانيه او على التراك الثاني او على الفار. الاخر وبدا الاجريسف فيها. الوقت ونروح نحن وياكم لمتابعة السيء الأردني يلي عم يشاركينا كمان بالخان من أجمل اللمحات، بخلص أول جزء من التراك ومن بعدها مباشرة عم ياخد الجزء الثاني. عثمان التكريتي هو سيء عم بيمثل الأردن ولكن أصله عراقي. عثمان التكريتي شايف انت كيف سواكته وفرنسواه، فعلا فعلا انسان ناعم، يعني ناعم في سواكته، ولكن وحش الكفرات مع الدخان اللي مصلحها والسرعه العاليه. بشوف في ستايل جديد وكيف القياده من الشباب، كل ما بنطلع ونتاهل من الثمانيه للاربعه بشوف ناس فعلا سواقتها احلى وفعلا سواقتها اجمل اوكي من الناس اللي خرجوا. مجددا التكريتي عم بخلص الجزء الثاني من التراك وبيجي على هالمستديرة صغيرة يلي عملت مشاكل لعدد كبير من السائقين وبيكمل. خلص الاس وخلص المستديرة وبيوصل على عداد السرعة او على سنسر تبع السرعة 77 كيلو في الساعة. وحتى مش بس كان تقريبا نوعا ما قريب جدا على رير كليبينج بوينت. الدخان باحلى باحلى لمحات عم تفرجينا اياها التكريتي. حلو كثير. واو واو. عثمان التكريتي. يعني اللي فينا نقوله عن اداء عثمان التكريتي بالفعل فينا الاجمل اجمل اللمحات، وعم بحط اسمه بشكل كثير كبير ضمن السيئين يلي رح ينسلقوا او